بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر مع شرح قصيدتي الفارس القادم. الفارس القادم، وكما ترون في الصورة المقصود بالفارس القادم هو جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه. الآن هنا بين يدي النص، هذا النص الأدبي الفارس القادم يقوم على ثنائيات متعددة، والثنائيات المقصود بها أي متضادات. يوجد تضاد، حيث يوجد تضاد بين ماذا؟ بين الماضي والحاضر، التضاد بين الماضي وبين الحاضر، وكذلك بين الظلام والنور، ويوجد تضاد أيضا بين الموت والحياة والشقاء والسعادة. هذه كلها مذكورة في النص، وتبرز لنا هذه الثنائيات من خلال المحورين الأساسيين اللذين اعتمد عليهما بناء النص، فينشأ بينهما صراع. إذن بناء النص يقوم على محورين أساسيين، وهو الصراع بين الماضي وبين الحاضر. هذا الصراع يقوده فارس استطاع أن يسحق كل رموز الشر ليجعل الغلبة للخير. إذن بالنهاية انتصر من؟ انتصر الخير على الشر، ويقضي على كل صور البؤس والتخلف ليبعث الحياة في هذه البلاد. هذا هو التقديم للنص. الآن التعريف بالشاعر، يهمنا من ذلك هو اسم الشاعر ذياب بن صخر العامري المولود عام 1974. نأتي الآن إلى الفكرة العامة للنص. ما هي الفكرة العامة؟ الفكرة العامة للنص الأدبي الفارس القادم، حيث يصور الشاعر المجتمع العماني متى؟ قبل النهضة وكذلك بعد النهضة. إذن هذه هي الفكرة العامة، يعني قبل النهضة يعني قبل تولي جلالة سلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد، وبعد النهضة وهي من استلامه لمقاليد الحكم وما بعد ذلك. ورمز لهذه الفترة ورمز لذلك بالفارس القادم، حيث رمز وكن عن السلطان قابوس بالفارسي القادم. الآن هنا معنا الأفكار الفرعية. ما هي الأفكار الفرعية للنص الأدبي؟ الأفكار الفرعية، المقطع من الأول إلى الرابع يتحدث الشاعر عن ماذا؟ عن صور البؤس والفقر في عمان، وهذا قبل أن يتولى جلالة السلطان الحكم. ومن المقطع الخامس إلى السابع يتحدث الشاعر عن صور التطور والنور الذي حدث للمجتمع العماني عند بزوغ فجر النهضة. الآن ما هي الخصائص الفنية للقصيدة؟ الخصائص الفنية للقصيدة، تزاحم الصور البيانية، يوجد كثير من الصور البيانية في النص، وكذلك تتابع الأفكار وتسلسلها، تتابع الأفكار وتسلسلها، أيضا حسن توظيف الحقول الدلالية. الحقول الدلالية المقصود بها مثلا الحقل الدلالي الذي ينتمي للبؤس، ينتمي للفقر، ينتمي للنور وغير ذلك من الحقول. أيضا تراوح الأساليب اللغوية، يعني المقصود بتراوح تعدد الاستخدام الأساليب اللغوية، فاستخدم الاستفهام والنداء والنفي. نأتي الآن إلى شرح المقطع الأول من قصيدة الفارس القادم. لاحظوا هنا قال: فوق داري يسدل الليل ستاره، يطفئ الكون نهاره، والدجى يرهب كل الحائرين، يا معين فأنادي وأنادي، غير أن الصوت لا يبلغ أذن السامعين، والصدى يرتد من ذات الجدار. لاحظوا هنا مع المفردات: فوق داري، يعني المقصود بداري يعني فوق موطني، فوق موطني. ويسدل، سدل الثوب وأسدله، أي أرخاه وأسدله، أرخاه وأسدله. عندما قال يسدل الليل ستاره، أي يرخي الليل ستاره، والمقصود بستاره يعني حجابه، والمقصود هنا الظلام، يعني يحل ماذا؟ يحل الظلام. ونهاره، المقصود بالنهار النور. لاحظوا، ركزوا على هذه الكنايات، يعني هنا كنا بالظلام وقصد بالستار الظلام، وقصد بالنهار النور والتقدم. والمقصود بالدجى هو سواد الليل أو الظلام، والمفرد دجية، ويرهب معناها يخيف. وهنا عندما قال
والصدى، والصدى يرتد من ذات الجدار، المقصود بالصدى هو تردد الصوت. لاحظوا هنا شرح المقطع، يوضح الشاعر الصورة القاتمة للمكان، تلك الصورة المدلهمة اللي يعني المليئة بالظلام الدامس. فقد ابتدأ الشاعر بالمكان حينما قال فوق داري، وقلنا فوق داري قصد بها فوق وطني، هذا المكان الذي يعيش واقعا لا يمكن احتماله، فقد أرخى الليل ظلمته الشديدة بحالته الدامسة في كل جانب، وانطفأ نهار الكون. لاحظوا هنا يطفئ الكون نهاره. الآن هنا بحالته، فأصبحت ظلمة في ظلمة، إلا أن سواد الليل بظلمته تخيف كل أولئك الحائرين، يعني المترددين الذين لا يعرفون الطريق الصحيح. فيطلق الشاعر صرخة مستغيثا بها فينادي، ولكن صوته لم يبلغ آذان السامعين، فيرد صداه من الجدار. لاحظوا هنا فأنادي، فأنادي، هنا الشاعر يستغيث وينادي. لاحظوا غير أن الصوت لا يبلغ أذن السامعين، فلا أحد يسمع، فما الذي يرد عليه؟ الصدى، وهو تردد الصوت. ما هي الجماليات والأساليب في هذا المقطع؟ عندما قال يسدل الليل ستاره، شبه الشاعر الليل بإنسان، إذا شبه الشاعر الليل بإنسان. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يسدل، أي ينزل الستارة، كما شبه الفقر والجهل بالستارة. وعندما قال يطفئ الكون، الكون نهاره، هنا شبه الشاعر الكون أيضا بماذا؟ بالإنسان الذي يطفئ. وكذلك شبه الشاعر النهار بالمصباح الذي يطفأ. الدجى يرهب، لاحظوا هنا تشبيه، شبه الشاعر الدجى بماذا؟ بإنسان يخيف، لأن معنى يرهب يخيف. يا معين، هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب نداء، وما الغرض منه؟ الدعاء أو الاستغاثة. وعندما قال أنادي، أنادي، لاحظوا هنا كرر، قال فأنادي، فأنادي، ما دلالة هذا التكرار؟ كرر الشاعر كلمة أنادي للتأكيد على طلب المساعدة. وعندما قال الصدى يرتد، شبه الشاعر الصدى بالكرة التي ترتد من الجدار. ونأتي الآن إلى المقطع الثاني، عندما قال فوق داري، لاحظوا هنا أيضا تكرار، والتكرار يفيد التأكيد. فوق داري يدلهم الليل دوما، حالك اللون كئيبا، لا أرى للضوء ومضى، بلدتي أمست كروبا يا مجيبة. لاحظوا أيضا أسلوب نداء، ما الذي حول داري من رياض لقفار. لاحظوا أيضا هذا هنا قال ما الذي، هذا أسلوب أيضا ماذا؟ أسلوب استفهام. هذه الدار الأمينة. المفردات يدلهم الليل، يدلهم يعني يشتد ظلامه، يشتد ظلامه. والليل المقصود به الفقر والجهل، وحالك اللون معنى حالك يعني شديد السواد. لاحظوا هنا حالك اللون كئيبا، أي هذا الليل شديد السواد، وكئيبا أي شديد الحزن، وومضى معناها الضوء البسيط. أما كروبا فهي الحزن والغم، ورياض المفرد روضة، وهي الأرض ذات الخضرة، الأرض ذات الخضرة. وهنا عندما قال قفار، والقفار هي الأرض التي لا زرع بها، الخالية الجرداء، والمفرد قفر. لاحظوا هنا الشرح يقول يواصل الشاعر وصفه بالكئيب، ولا يزال يرسم صورة المكان فوق داره، فيقول أن الليل بشدة ظلمته وقوتها لا تزال مخيمة فوق داره، يعني الظلام والبؤس وكل شيء لا يزال فوق داره، وأنه لا يرى حتى شعاعا بسيطا، يعني لا يوجد أمل. وأمست بلدته في حزن، لاحظوا هنا قالوا بلدتي أمست كروبا، والكروب هي الحزن، قالوا أمست بلدته في حزن رغم وغم، حزن وغم، يأخذ النفس بالنفس فيرسل استغاثته الثانية. لاحظوا يا مجيبا، هنا يستغيث عندما قال يا مجيبا، يعني ينادي الله، يعني أجب الدعاء بكلمة يا مجيب، متسائلا بدهشة من الذي حول داره كانت من أرض مخضرة إلى خالية ليس فيها أي شيء. لاحظوا قال ما الذي حول داري من رياض، والرياض قلنا هي البساتين والروضة والجنان، لقفار، تحولت الدار لقفار، والقفار هي الخالية من الزرع. هنا معنا الجماليات والأساليب. عندما قال فوق داري، هنا تكرار، فوق داري، فوق داري، ما زال يكرر. لاحظوا هنا مرة أخرى
ما دلالة هذا التكرار؟ قلنا للتأكيد على أن الفقر والجهل يشمل داره، والمقصود بها موطنه ودولته. وعندما قال يدلهم الليل، هنا شبه الشاعر الليل بالغطاء أو المظلة التي تغطي بلاده. والليل هنا كما قلنا كناية عن صفة الجهل والفقر، ومعنى حال كل لون شديد شديد شدة الفقر، هنا كناية عن شدة الفقر والجهل. لا أرى للضوء وامضى، هذا أسلوب نفي، لاحظوا استخدم أسلوب النفي لا أرى. وما الغرض من استخدامه؟ استمرار الجهل والفقر ولا خلاص من ذلك. والمقصود بالضوء، المقصود هنا هو الغنى والرخاء. يا مجيبا، هذا ماذا؟ أسلوب نداء، والغرض منه الدعاء أو الاستغاثة. ما الذي حول؟ هذا أسلوب إنشائي. ما الذي حول؟ أسلوب إنشائي، وهو أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار. ورياض وقفار بينهما يوجد طباق، وهدف هذا الطباق ما فائدته؟ يوضح المعنى ويؤكده. نأتي الآن إلى المقطع الثالث، حينما قال والتي صارت حزينة هذه الدار، ما زال يصف الدار التي لبت جميع المرسلين يوم ناداها الأمين، هذه الدار التي أجلت جميع الطامعين يوم صدت غزوات النازحين فوق داري، لا رجاء لا رجاء. لاحظ هنا أيضا هذا أسلوب نفي. الآن المفردات لبت يعني أجابت، هذه الدار التي لبت، والتي صار لبت بمعنى هنا لاحظوا أجابت جميع المرسلين، والمقصود بالمرسلين الأنبياء والرسل، ودخلت في دين الإسلام. والأمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى أجلت أخرجت، فها موطنه أخرج الطامعين، والنازحين هم الغرباء، هم الغرباء. الآن شرح هذا المقطع، ثم يقارن الشاعر ما بين حالتين، وهي أن داره كانت أمينة ثم صارت حزينة. داره التي هي ملبية أمر جميع من أرسل إليها يوم ناداها الرسول الكريم لدخول الإسلام، فأسلم أهل عمان طواعية. هذه الدار التي أخرجت كل طامع من ثروة بلاده وصدت غزواتهم، ولكن لا أمل في أن يظهر شعاع بسيط من النور. الجماليات في هذا المقطع والأساليب، صارت حزينة، هنا شبه الشاعر بلدته بالإنسان الذي يحزن، الإنسان الحزين. الدار التي لبت، أيضا هنا شبه الشاعر الدار بالإنسان الذي يلبي. والأمين كناية عن موصوف، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا عندما قال الدار التي أجلت، شبه الشاعر الدار بماذا؟ بالإنسان. ماذا يفعل هذا الإنسان الذي يدافع عن وطنه ويجلي، أي يخرج العدو منها؟ لا رجاء، هذا ماذا؟ أسلوب نفي. ولاحظوا كرر، قال لا رجاء لا رجاء، وهذا التكرار يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد على استمرار ماذا؟ الفقر والجهل، ولا مفر من ذلك. الآن المقطع الرابع، ليس في داري سعد كل ما فيها شقاء، فهناك امرأة خيرة تقاسي ألما، حولها بعل يعد الأنجما، يترجى الصبح عل الصبح يأتي بالشفاء. بيد أن الدار، هنا بيد يعني غير، بيد أن الدار قفر، قفر يعني الدار خالية لا يوجد بها شيء، كل ما فيها شقاء، ليس في البلدة مستشفى ولا فيها دواء، فوق لا رجاء لا رجاء. لاحظوا هنا يواصل الشاعر وصفه بلاده، وينفي أن ليس في داره سعادة. لاحظوا أيضا هنا يوجد طباق بين سعد وأيضا بين شقاء، بل يعمم عليها ذلك الشقاء، ويبدأ بتوضيح صورته ضاربا أمثلة على ذلك، يعني أمثلة على وجود الشقاء، بامرأة تقاسي ألما شديدا. لاحظوا عندما قال هنا فهناك امرأة حيرة، فهناك امرأة حيرة تقاسي ألما، وزوجها يعد الأنجم، والدار خالية، وكلها شقاء في شقاء. وأيضا ضرب أمثلة أخرى، قال لا مستشفى ولا دواء فيها، ولكن لا أمل في ذلك. الآن هنا المفردات، سعد هو معناه الفرحة والسرور، والبعل هو الزوج،
والجمع بعال وبعول، ويعد الأنجم هنا دلالة على أن الزوج لا يعمل ويترجى ينتظر، والقفر هو الفقر. أما الجماليات والأساليب في المقطع السابق عندما قال ليس في داري سعد، هذا أسلوب نفي، استخدم أداة النفي ليس. ما الهدف من استخدام؟ غرضه التقرير، أي أن الشقاء والحزن دائم، وسعد وشقاء بينهما طباق كما قلنا قبل قليل، وهذا الطباق يوضح المعنى ويؤكده. ويترجى الصبح، شبه الشاعر الصبح بماذا؟ بالإنسان الذي يترجاه. عل الصبح يأتي، هذا أسلوب إنشائي غير طلبي، يفيد الرجاء عندما استخدم عل، يعني المقصود لعل الصبح يأتي. والشفاء والشقاء يوجد بينهما جناس ناقص، والهدف منه يعطي جرسا موسيقيا. ليس في البلدة مستشفى ولا فيها دواء، هنا كناية عن الفقر، وهي أسلوب نفي يفيد التقرير. لاحظوا ليس، عندما استخدم ليس هذا أسلوب نفي، وأيضا هنا عندما استخدم أداة النفي لا، إذا استخدم هنا أسلوبي نفي. وشرح المقطع الخامس والسادس عندما قال ثم لاح النور، لاحظوا الآن بدأ الانتقال من الحالة المظلمة، حالة الفقر، حالة البؤس، حالة الحزن، إلى النور والأمل. ثم لاح النور في كل الوهاد، يحمل البشرى ينادي، فكأن الأمر غير عادي، وينادي وينادي، فارس آت لإنقاذ العباد، يمتطي الصفح ويعفو، فيعم الخير في كل البلاد، خير يمتد في حضر وحتى في البوادي. لاحظوا المفردات، يعني النجم لاح يعني ظهر، والوهاد وحده المفرد وهي الأماكن المنخفضة، ويمتطي يركب، ويعم معناها ينتشر. لاحظوا هنا في المقطع الخامس يقول يتحول الشاعر من صورة، لاحظوا الظلام الدامس والمقصود به الفقر والشقاء والمرض وكل شيء، إلى نور. تحول الظلام إلى نور وضياء مشع يعم فيها وينتشر، فيقول لقد ظهر النور في أرض منخفضة، يحمل في طياته البشرى الطيبة، رافعا صورته مناديا، فكأن الأمر غير صحيح. والمقطع السادس قال مناديا بصوت عال أن فارسا شجاعا قادم، فهذا جاء الفارس، يقول هذا الشخص يوجد فارس آت من بعيد قادم، لماذا؟ ليخلص البلاد من تلك الظلمة الدامسة. والمقصود كما قلنا سابقا الفارس هو جلالة السلطان، وقد أتى الخير معه فينعم في كل البلاد حضر وبدو. لاحظوا هنا يوجد طباق بين حضر وهي المدن، والبوادي وهي البادية. لاحظوا هنا الجماليات والأساليب. لاح النور في كل الوهاد، هنا كناية عن ظهور الأمل المرجو والخير والغنى، يحمل البشرى، شبه الشاعر البشرى بالشيء الذي يحمل. وينادي هنا تأكيد على استمراره ورغبته في تقديم المساعدة، وشبه الشاعر النور بالإنسان الذي ينادي. وهنا عادي وينادي يوجد بينهما جناس ناقص، جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا. وفارس كناية عن موصوف وهو جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه. أما يمتط الصفحة، هنا شبه الشاعر الصفح بماذا؟ بالفرس الذي يمتطى أي يركب. وخير خير يمتد، شبه الشاعر الخير بالشيء المادي الذي يمتد. وهنا الحضر والبوادي يوجد بينهما طباق، والطباق هذا فائدته يوضح المعنى ويؤكده. الآن شرح المقطع السابع من القصيدة. فوق داري يرسل الصبح شعاعا سرمديا، قبس يأتي إلينا يجعل العيش هنيا، فيعيش الشعب حيا، ويظل النور دوما أبديا. الآن الأصل المقصود بسرمديا يعني الدائم والأبدي، والقبس هو النور، وهنيئا أي مريحا. هنا بالنسبة للشرح يقول تتغير الصورة بكاملها من ظلام إلى ماذا؟ إلى نور، فأصبح هذا النور شعاعا أبديا يغير دار الشاعر. والمقصود بالدار كما قلنا في البداية هي البلد، بالنور والخير الوفير، والوفير هو الكثير، ولم يأتي وحده، وإنما قبس أتى به، إنه قابوس ذلك الفارس
الشجاع. الآن هنا الجماليات والأساليب في المقطع السابق عندما قال يرسل الصبح شعاعا، شبه الشاعر الصبح بإنسان يرسل، وكذلك شبه الشاعر الشعاع بشيء مادي يرسل، وقفز هنا كناية عن موصوف وهو جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه. أما عندما قال قبس يأتي، هنا شبه الشاعر القبس أي النور بإنسان يأتي. معنا هنا أسئلة للمناقشة. صور الشاعر بؤس الليل وشقائه، حدد الحقل الدلالي لذلك، يعني الكلمات التي تدل على البؤس والشقاء والليل، عندما قال يطفئ وستاره والحائرين الدجى يدلهم وحالك اللون. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذه القصيدة، ونلتقي معكم إن شاء الله في درس آخر نحل فيه التدريبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.